يعني أبرز المشاكل اللي تواجه إقرار موضوع الموازنة هو مسألة إعمار المناطق المحررة أو تخصيص المبالغ اللازمة لإعمار هذه المناطق، إضافة إلى نسبة إقليم كردستان 17%. الحقيقة يعني يجب التوصل إلى حلول فيما يتعلق بهذين الملفين، وخصوصا بعد حسم ملف المحافظات المنتجة وتخصيص يعني مبلغ معين من البترودولار لهذه المحافظات، وبالتالي انحصرت الأزمة بهذين الملفين وملف المناطق المحررة ومسألة إقليم كردستان. نعتقد أنه يجب التوصل إلى حلول فيما يتعلق بهذين الملفين، وإلا سيرحل التصويت على الموازنة إلى الدورة القادمة، وهذا خطأ كبير إذ ما رحلت التصويت على الموازنة. ونحن نرى حقيقة كائتلاف وطنية يجب التصويت على الموازنة كي تقوم الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه الشعب العراقي.